Hello, grade 3. Welcome back to complete unit 6. Now we are going to talk about part 2, math. Today we are going to talk about the shapes. We have quadrilaterals اللي هي الاشياء او الاشكال الرباعيه. اسمها ايه تاني يا مس؟ quadrilaterals. quadrilaterals معناها الأشكال الرباعية، يعني متكون من أربع أضلاع. عندي number one square rhombs ال H silent angle side rectangle corner. طيب ايه الاختلاف يا مس ما بين السايد والكورنر؟ السايد اللي هو الاضلاع يعني الخطوط دي يا سنه ثالثه، الخطوط دي. اوكي، ايه هو الضلع؟ نبص مع بعض كده. الضلع ده اسمه سايد، ضلع اللي هم دولت، ده اضلاع كده، الاضلاع ده أضلاع. طيب إيه هو الأنجل؟ الزاوية. هنا هي بتكون الجزء ده، هو ده الأنجل. طب إيه هو الكورنر؟ اللي هو الجزء اللي جوه بتاع راس الزاوية. طب يا مس، هو لو جه سألني فيهم عايزني أكتب أنجل ولا كورنر، أكتب إيه؟ لو كورنر هيعمل السهم ده، لكن لو الأنجل هيبقى مديك ده. تمام كده؟ طيب نشتغل مع بعض. عندي الكلمات بتاعتي different, degree, long side, funny, rings, sometimes, how many, short side, graph, and person. بعد كده عندي job, lines, long, because, right angle, performing art, pencil case, circus people, tally chart, and bar chart. Move, jump, throw, fly, meet, talk. Work with the phrases and the expressions. Talk to, fly above, move his body, throw rings, find information. عندي سؤالين. اول واحد what is that؟ معناها ايه ده؟ it's my pencil case, it's a rectangle، شكلها مستطيل. how many clowns؟ how many بسأل بيها يا سنة تالتة عن العدد. how many clowns are there؟ طيب لما اجي اجاوب يا مس هجاوب عليها ازاي؟ بعمل remove لها how many كلها، واعمل remove للquestion mark، واعمل سيزرز مقص واكتب زير ار واقول العدد وانزل كلمة كلاونز زي ما هي. طيب مع بعض هنا كمان مرة على الكودريلاترالز. عندي كودريلاترال اللي هو الشكل الرباعي، شيب شكل، سكوير ريكتانجل، رامبس رايت انجل، سايد، لاين، ديجري، اند كورنر. شوف تعريف كل واحدة. ايه هو تعريف الكوادريلاترال؟ is a shape with four sides. يعني ايه تعريف الشكل الرباعي؟ بيقول لي هو عبارة عن شكل with four sides، له اربع جوانب. ايه هي الانجل يا مس؟ when two lines meet، لما بيتقابل الخطين. طيب نشوفها عملي كده مع بعض عشان نبقى فاهمين كويس. تاني، shape with four sides، يعني مثلا زي ده، ادي four sides، يبقى كده quadrilateral، ده شكل رباعي. ايه هو الانجل؟ لما يكون عندي ادي الخط ده، نغير اللون عشان يبان، خط ده والخط ده بيتقابلوا، يبقى دي الانجل. تمام. طيب ايه هي الرايت انجل؟ هي عبارة عن برضو التقاء خطين، وفي النص هنا بتكون 90 degree. تمام كده. طيب ايه تاني يا مس؟ نبص مع بعض بقى على البراكتس بتاعهم كده. الماتش اهي،
نمبر 1 هو وير از ذا ريكتانجل؟ ايه هو ريكتانجل؟ الريكتانجل المستطيل. طيب نبص كده فين الريكتانجل؟ Yeah, this is a rectangle. طيب فين الكوادريلاترال؟ اهم دول الكوادريلاترال. فين اللاين؟ رامبس and square. This is any shape, شكل. تمام؟ او اوكي ممكن نعملها في حاجة تانية. نعملها تاني كده. ده sorry again do match. Okay, rectangle, this is rectangle. Quadrilateral, this is quadrilateral. Shape, this is shape. Line, اللي هو الخط. Rhombs, المعين. And square, المربع. طيب نكمل مع بعض كده. Supply the missing letters. Supply the missing letters. Number one, angle. Side. Degree. And corner. Okay. By this time, we finished the shapes and we identified on the quadrilaterals and we know side, angle, right angle. We know something about that. Thanks for you, grade 3. We will meet soon in another video. Thanks for your good listening and goodbye.